كمان اللزوم. يعني في هذه المدة هذه اللي رانا فيها في جويلية، يعني كان مراقبة يومية، مراقبة نتاع السقي، يكون السقي منظم، يكون باش ترقب الحشرات الأمراض الفطرية. الفلاح يكون هو اللي نجم يدير كل يوم يشوف الديانوستيك، يعني يشوف الشجرة تاعو واش يخصها من سقو من ماكلة، إكلارسي الشجرة في التنقاص هذاك يليق شوية فيه تعب باش يكون عندك جودة وحجم. حنايا هنايا رانا في منطقة شبه صحراوية، والحمد لله راه عندنا الحمد لله بفضل ربي كاين أشجار ورانا نديرو منهم إنتاج على حساب المنطقة وعلى حساب واش رانا. أنايا كيما التفاح راني نبيع سير تروطوار، هاو معروف في السوق تاعنا نبيع في التروطوار. أنا قررت من النهار الأول كان عندي هدف نبيع ب 25، عندي طايه ب 25 ديطاي حتى 30 ألف كبير المليحة 30 ألف، الآخر 20 15 حتى مولا 10 ألف يشري، مولا 10 ألف يشري. أنا عندي يشري، عندي الله تاعه ويقول كما هو كما المواطن الآخر على حسب المقدور تاعه. هي مشكل تاع العرض والطلب، كي يكون الخير بزاف ها هي تكون. دروك الناس كاين شويه اللي ما يخافوش ربي، راهم يحسبوا اسعار خياليه في الفاكهة. والله يكثر لنا الانتاج، يكون بكثره وتكون الشيء اللي نجيبوه تاع الادويه وتاع الاسمده وتاع ذيك يكون شويه هابط، يكون في متناول الناس. انا طلبت بتسويه وضعيه تاع القار تاعي تاع الوال تاعي، باش كاين عندي مسح في اسمي، كاين كل شيء. نطلبوا من سيد الوالي والمسؤولين والرئيس، راه كل يوم يهدر يا ودي يا ودي راه الفلاح خلوه يخدم يا ودي تسويه وضعيه. الحمد لله شكر لله، حنايا رانا نقولوا باش الناس تزيد في الاشجار المثمره ومحبي الاشجار المثمره ومحبي الجزائر. الجزائر تاعنا يليق لها الخدمه، يليق لها التنميه، كل واحد يخدم من جهه تاعو.